كل الأجواء كانت تشير إلى ضخامة الحفل، التحضيرات الكبيرة له ونوعية الحضور. فالجائزة تحمل اسما كبيرا، والفائز بها صار علما من أعلام كرة القدم في العالم. وعندما وصل يونس محمود إلى القاعة المخصصة للاحتفال، تحولت كل الأنظار إليه، وهو بحيائه اللافت كان يصافح كل هؤلاء النجوم الكبار الذين مروا على تاريخ الكرة الإيطالية. في احتفال تسليم جائزة فاكيتي رئيس انتر الراحل، والتي تمنح سنويا لرياضي ترك أثرا كبيرا، كانت الرياضة الإيطالية حاضرة بكل مسؤوليها. وحضر مع يونس محمود رئيس الاتحاد العراقي حسين سعيد وسفير العراق في إيطاليا العاملي. رسالة سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المتلفزة زادت من أهمية الحدث، وهو الذي اضطر للسفر بعدما هنأ يونس محمود شخصيا. ثم جاءت اللحظة المنتظرة، والتي حتى يونس لم يتوقع الطريقة التي استقبل بها. أكبر الناس اللي موجودين على الهرم الرياضي بإيطاليا موجودين، من ضمنهم رئيس اتحاد الفيفا البارحة كان موجود أيضا، وكانت جلسة خاصة. أعتقد هاي الجائزة لها معنى كبير. أنا ما توقعت صراحة أنها هاي الشعبية والناس اللي مهتمين بهاي الجائزة. أعتقد أنا محظوظ أني حصلت على هاي الجائزة. إن شاء الله رب العالمين أكون قد ظهرت وجه الحقيقي لللاعب العراقي، لأن أنا مثل بلدي هنا ما مثل نفسي شخصيا. ماسيمو موراتي رئيس انتر لم يترك الفرصة تمر دون أن يقدم ليونس، الذي يشجع انتر بالمناسبة، قميص أبطال إيطاليا الخاص. هذا اللاعب حقق مع منتخبه شيئا مميزا جدا بالفوز بأمم آسيا، ويجب أن أقول أن هذا يسعدنا في إنتر بشكل خاص، لأنه زارنا قبل ذلك خلال معسكر له في إيطاليا، تذكرنا لقاءنا الأول، وهناك تقدير متبادل فيما بيننا. أعتقد هذه الأجواء تنطيك دافع معنوي كبير أنك تروح تلعب في أوروبا، أن تقدم إمكانياتك للأجواء الأوروبية، للأندية الأوروبية، حتى تقدر أنك تكون موجود من هاي الكوكب، وليش لا اللاعب العربي عند الإمكانيات الموجودة. وإلى أن تتحقق هذه الأمنية، ستبقى هذه اللحظات محفورة في ذاكرة يونس محمود طويلاً.